مخرج متميز قدم عدد من المسلسلات الدرامية المتميزة، منها شيخ العرب همام ووادي الملوك والرحايا اللي كانت علامة من علامات الدراما المصرية، وأخيرا خلف الله للنجم نور الشريف. النهاردة التقت بوابة أخبار اليوم مع المخرج الكبير حسني صالح لإجراء حوار خاص ومتميز أيضا. أستاذ حسني، أهلا وسهلا بحضرتك في بوابة أخبار اليوم. أهلا وسهلا، أهلا بك أستاذ حسني. يعني مبروك خلف الله. الله يبارك فيك. أنا عايزة أقول لحضرتك، يعني معظم الأعمال الدرامية ظلمت في هذا العام بسبب الأحداث اللي حصلت، لكن خلينا الأول نقول لماذا خلف الله، رغم أن إحنا اتفرجنا على المسلسل وشفنا أنه كان يتكلم عن الكرامات وعن البعض، يعني بعض النقاد قال أنه يعني تدور شخصيته عن المجذوب، يعني فلماذا خلف الله؟ يعني اللي هيقول ان شخصيته بتدور عن المجذوب يبقى ما اتفرجش عليه، او يبقى ما فهمش المسلسل اطلاقا، ملوش علاقه لا بمجذوب ولا بالكرامات ولا حاجه من هذا القبيل خالص، سوى انه راجل تعرض لازمه في اسرته وفقد اسرته بالكامل، فلجأ الى الله وإلى بيوت الله وإلى أولياء الله الصالحين واعتكف عندهم، وقعد معهم فترة كبيرة وتتلمذ للصوفية على إيدين معلم كبير وواحد من أصحاب الفقه، في كان اسمه الشيخ فضل اللي قام بدوره الأستاذ عثمان محمد علي، فأصبح متشبع ومؤمن جدا بالطريقة الصوفية مش أكتر ولا أقل. وبعدين أحيانا في للناس العاديين خالص إنه بيشوف شيء قبل ما يحصل كده، هو في حلم، في حلم يقظة، ده أعتقد إنه شائع وموجود، ما هوش حاجة يعني بنبتدعها جديدة، لكن في ناس فعلا مكشوف عنهم الحجاب وبيشوفوا رؤى بيبقوا أنقية جدا. هنا المسلسل ما هواش واحد بيشوف الطالع ولا بيشوف الغيب ولا خالص، كان بينفي باستمرار عن نفسه هذه الصفة، وحتى لما بيشفي حد بالقرآن أو بالتعزيم عليه أو أي حاجة كان دايما يقول الشافي هو ربنا. وعلى فكرة الحاجات دي يعني في بعض الكرة ولسه موجودة، يعني لما حد يعني في لفظ يقول لك ممزوق أو مفزوع أو ودي لحد يرقيه، يعني الحد في ظل عصر التكنولوجيا اللي احنا فيه دلوقتي هذا يحدث. يعني أي تكنولوجيا صمدت قدام الطب النبوي والعلاج بالأعشاب ما رجعوا لها؟ عنه التكنولوجيا دي الكيماوي بيفسد دلوقتي حتة عشب موجودة شيطاني في صحراء ربنا بيبقى حاطط فيها علاج كبير جدا لأمراض، مش كده؟ إذن القضية ما هيش قضية تكنولوجيا. إذن لماذا خلف الله؟ يعني كان ممكن يبقى شيخ أو الكرامات، في يعني كان في أسماء تانية ممكن تشد الودن، ولا يعني ليه خلف الله؟ كان بالفعل في أبو طشت في الصعيد في إنا شيخ ليه كرامات، كان بيعالج الناس، كان اسمه فعلا الشيخ خلف الله وليه مقام هناك، وكان فعلا ما فيش حد بيروح عنده إلا ما بيرقيه أو بيقعد يقرأ له عدة جلسات، وفي على فكرة طب يعني في العلاج الذاتي، يعني خلف الله حقيقي، اسم حقيقي، اسم شخصية حقيقية. ده اسم شخصية حقيقية موجودة في أبو طشت وليه مقام هناك وأهل الصعيد كلهم يعرفوه، واعتقد يمكن الصعيد أكتر عقيدة أو أكتر إيمان بالشخصيات ديت، لأنهم بيحتكوا بها باستمرار ويعتقدوا فيها كثيرا، ويجب أن لا نسفه
منهم او نقول ده احنا هنرجع للتخلف وهنا لا. يعني اذا نقدر نقول ان فكره عرض المسلسل الحصري على قناه دريم مش هو اللي قلل نسب المشاهده او نجاحه زي ما بعض النقاد قالوا ده، وممكن يكون نسب مشاهدته اعلى بكتير جدا في الصعيد لانه هو فعلا بالفعل شخصيه حقيقيه. هو بالفعل سجل ريكورد في الصعيد كبير واتشاف مشاهده كبيره جدا في الصعيد، وانا دايما المؤشر كم الاتصالات اللي بتجيلي ساعه عرض الحلقه، فهو فعلا في الصعيد لقى نجاح اكبر من الاماكن الاخرى، لكن ده برضو مش ملوش علاقه اكتر من ان احنا كنا في ظروف كانت فجاه فيها تخمه في الاعمال المعروضه كتيره جدا، وكان على اي انسان انه ينتقي اللي يحب يشوفه، ودايما الظروف المحيطه بتحدد للشخص يتفرج على ايه. لما كلمت حضرتك في بعض المكالمات عن خلف الله قلت لي ان اي عمل في الظروف اللي كانت فيها مصر يعتبر نوع من انواع المقاومه والجهاد في الظروف دي. ده كلام أنا حبه جدا طبعا، وأكيد أن أي حد عمل أي عمل أو أنتج أو أخرج أو ألف في الظروف اللي فاتت ديت اللي كان فيه مؤامرة على الفن المصري ومؤامرة على الهوية المصرية من أولها لآخرها بطمس الهوية المصرية وطمس الهوية العربية ككل، وأن يسود التركي بكل عاداته وتقاليده وممنوعاته وفرضها على بيوتنا. أي حد قاوم تقصد إيه بممنوعاته يعني؟ بكل اللي بنشوفه مش مفروض الأطفال يشوفوه، أو الإباحات اللي كانت موجودة اللي للأسف بعض المسلسلات أصابها العدوى منها، وبقوا في خروج في الألفاظ، في تبرج أكتر من اللازم، في بجاحة وخروج عن التقاليد في بعض الأعمال. يعني هي بالفعل بعض الأعمال الدرامية شهدت نوع من أنواع الخروج عن يعني اللائق أو عدم مراعاة حرمة البيوت، ولكن البعض بيأكد أن ده يعني ده واقع. أنا ضد ده واقع. ده واقع بيننا وبين بعض، الشاشة الكبيرة الفضية اللي هي هنا لنا كلنا هي دور العرض في السينما، لكن في بيت يعني في ما يدخل للبيت ويضيف على البيت لابد أن يخضع للشروط التربوية والعادات والتقاليد إلى خط معين لا نتجاوزه. ما فيش حاجة اسمها إن ديت خلاص يبقى احنا طيب ما هو واقع الراجل ومراته، فنعرض الراجل ومراته على الشاشة ما ينفعش، ولكن مباح في السينما بطريقة فنية معينة ولا يخدش حياة، لأن أي حد داخل عايز يدخل هيشوف النوعية دي هو حر. لكن أنا ما يبقاش ابني ولا بنتي جنبي ولسه نشأ بعلمه الحياة وبعلمه تقاليدنا وبطبعه بطبعنا الشرقية وأخليه يتفرج ما هو مباح في التركي. يعني إذا أنت مع أن الدراما التلفزيونية لابد أن تراعي الأصول أو الضوابط اللي هي المفروض ماشي عليها يعني بترسيخ القيم والعادات للنشأ، لابد أن تخضع للضوابط الرقابية اللي هي بس ما نخنقهاش قوي في أننا بقى ندخل في النواحي السياسية، لا التربوية يعني الخط الأحمر أن نتجاوز الشكل الغير لائق التربوي أو نخرج عن المألوف في عاداتنا وتقاليدنا واللي احنا مفروض نتمسك بها ونربي النشأ عليها. رغم الظروف الصعبة اللي كانت بتمر بيها مصر إلا إن النقاد برضو ما رحموش معظم المسلسلات ومنها خلف الله، وقارنوه بأن قوته مش بزي قوة المسلسل الرحايا اللي بيعتبر علامة من علامات الدراما السعودية يعني، واللي لسه لحد دلوقتي لما يتعرض كأنه عرض أول. يعني إيه تفسيرك لده؟ أي مسلسل من الأربع مسلسلات اللي أنا عملتهم لو تم مقارنة الواحد بالآخر هيبقى ظلم لكلاهما. يعني الرحايا غير شيخ العرب تماما تماما. شيخ العرب
يعني تيمة سياسية من الألف للياء، والبحث عن قائد يجمع الأمة العربية كلها الشيخ العرب، بالتتار بالنازيين بالصليبيين بكل من هم جايين اللي تمثلوا في المماليك علشان يفككوا عشان يغتصبوا عشان يفرضوا سيطرتهم. وأردوغان ينطبق عليه الحكاية، أعتقد غير الرحايا خالص، اللي تيمة اجتماعية، أب وولاده وولاده قتلوا ابنه يعني أخوهم، يعني موضوع تاني خالص. بس كان الموضوع، لا كان موضوع الرحايا قوي وبادئ بقوة وإثارة وعنف وخضة من أول، يعني أنت تتخض في أول حلقة. يعني أي حد يقترب من عبد الرحيم كمال يبقى بنظلمه أننا نقارن بينه وبين عبد الرحيم كمال. عبد الرحيم كمال مؤلف من طراز خاص، ويعرف جيدا كيف يكتب الكلمة والمشهد وكيف يحيك الدراما من أولها لآخر. عبد الرحيم قوي قوة خاصة، فإحنا ما نقدرش نقارنه هو كمؤلف مع أي مؤلف تاني. مش معنى كده أن الأستاذ زكريا السيلي راجل مش متمكن، لا، التيمة اللي هو عاملها هي كده ولازم تبقى كده، لأن اللي هيبص لها كوحدة منفصلة في كل مشهد هيبقى مش واصل له الرسالة اللي مفروض توصل، وما اعتقدش هيبقى التقصير مننا قد من اننا بنطلب التأني في الفرجة، والحكاية ما تتاخدش سطحية. احنا ليه عايزين كل حاجة سهلة؟ عايزين الرجل اللي يتخانق في اخوه نشوفهم بيتخانقوا فعلا، وممكن من فعل واحد بيحيك مؤامرة لاخوه ما تخانق نعرف انه بيكره اخوه. يعني السطحية في تفسير الامور مش مطلوبة في هذا المسلسل بالأخص، لأن المسلسل له رسالة نبيلة هي مقاومة الخير للشر. هاخد من كلام حضرتك التيمة أو النوعية اللي العمل قدمها، يعني بعض المسلسلات في شهر رمضان تطرقت إلى موضوعات كثيرة، منها الثورة، منها يعني الداعية اللي كان بيتكلم عن الإخوان، أمن الدولة في تحت الأرض، مسلسل تحت الأرض، لكن مسلسل خلف الله كان بعيد جدا عن السياسة ما عدا الحلقة الأخيرة، كانت فيها إسقاطات سياسية كتير. كان ده مقصود ولا مش مقصود؟ هو ده مورال المسلسل من أوله لآخره، كان بيصب في هذه الجزئية، إن هناك يد خفية قوية تتحكم تسير الأمور كما تشاء، وهي قوة شر غير عادية، لدرجة إنه هناك رجل بكلمته أنا ما بأذيش حد، أنا يعني أي حد رحت له البيت أو جه لحد عندي أصد له خير، لكن اللي قصدين الشر موجودين في جحورهم الخفافيش القطيع. فبالتالي القوة اللي هي متحكمة ومسيطرة في هذا الوقت قالوا لازم نخلص من هذا الإنسان. وضح لنا الثلاث أربع مشاهد دول اللي هم ما بين المحاكمات، وبالفعل صدر عليه حكم الإعدام رغم براءته، ولكن القدر منفس في حكم الإعدام، راحوا لقوا ميت طبيعي. اسقاط سياسي كبير، كبير، لان الكون مش بيد الناس اللي بتنظر وبتنظم، لا، بايد واحد بس اللي هو خالق الكل. للاسف الجميع بينسى ان في واحد بس هو اللي عايزه واللي كاتبه هو اللي هيحصل. هم كلهم بينسوا، كل واحد جبروته ونفوذه وصولجانه بينسى ان في ربنا هو ده الملجأ الاخير، وهو اللي عايزه هو اللي هيتم فقط. الكل بينسى ده. اعتقد هو ده كان المقصود في كل حرف في المسلسل، قوة الخير لابد تستمر في الخير ولا يعني يجرفها الشر ناحيته، علشان الخير هو اللي هيستمر. ليك تصريح، يعني انا بصراحه يعني مش عارفه انت تعاملت ازاي في المسلسل الرحايا وخلف الله، قلت ان الاستاذ نور الشريف يعني استاذك او انت تلميذه، فاذا كيف كان يوجه التلميذ الاستاذ نور الشريف؟ يعني ازاي انت كنت تتصرف ازاي في الرحايا وفي خلف الله؟ يعني
ليت جميع نجوم العالم مثل نور الشريف. كنجم مطيع لمخرجه مع انه هو الاستاذ وهو يعلم كل شيء بكل تفاصيل المهنة، ولكن لا يسمع منه غير كلمة تحت امرك. يعني انحني له إجلالا، وأنحني له معلم لتلميذه، وأنحني له أستاذ كبير مطيع لأصول هذه المهنة. في كتير أو يعتقدوا أنهم نجوم وهم ليس بنجوم إطلاقا، يعصوا تعليمات أدخل مخرج ويتمرضوا عليها. يعني لم يتدخل في مشهد يقول لك المفروض يتعمل كذا، لا انا حاسه كذا، ولا كان ممكن يعني ممكن يعمل ده مع اي حد تاني، لكن يعني احرج مثلا منك لان دي فرصتك وده دورك، دي مهمتك كمخرج. لا انا هقول لحضرتك حاجه، هو الاستاذ نور لا يتعامل مع حد لا يثق فيه. دايما اما بيكون واثق في اللي بيتعامل معاه ومديله ثقه كامله بيترك نفسه تماما ليه يتصرف في مهنته كما شاء. ولكن لو هقول لحضرتك ما اكثر ان نور يقعد يذاكر مع زميله الممثل اللي جاي يعمل مشهد ويقول له تعالى نقرا سوا، علشان لو لقى عنده ملحوظه لا يبخل عليه بخبرته ويديله خبرته ويحسن من ادائه. فيعني متعاون جدا، مفيد للجميع، أستاذ كبير يملى مكانه وحضوره رغم أهلك الظروف. يعني مرة من مرات شغلته 14 ساعة اشتغل معايا وهو لا يكاد يستطيع الوقوف على رجليه، مش قادر، وأنا شايفه بقول له روح، قال لي لا لازم أعمل المشهد بدل أنت قطعت المشهد وعملت ديكوباش المشهد لازم، لحد ما بالفعل وقع وما شعرش بنفسه غير تاني يوم وهو نايم في السرير. يعني ما قدرش يقاوم، يعني سندناه وقعد يعني مين زي كده؟ ما اعتقدش. يمكن كمان قرينا ان في خلال فتره تصوير المسلسل كان في زي حاجات واقيه من الشمس، وانه اشتغلته طول شهر رمضان، يمكن كان في مشقه جامده جدا. يعني كان ايه اكتر صعوبات تانية واجهتكم؟ أنا دايما بنظر لكل مشهد إنه صعب، لأن لو تناولت أي مشهد إن ده عايز مجهود أكبر وده عايز مجهود أقل ما أعتقدش هعمل حاجة كويس. من الممكن يبقى في تيمة ناجحة أوي والناس ما تلتفش حواليها ولا تلقى جماهيري، وكم من الحاجات العبقرية الكتيرة جدا لأساتذة كبار جدا لم تنجح جماهيريا وعيش لحد دلوقتي ونجحت جماهيريا بعد فترة. أنا مؤمن بأن كل مشهد له قيمته، وإلا لو ملوش قيمة لا يجب أن يكون في وسط السيناريو. يعني ما فيش أي حاجة كانت صعبة جدا؟ شارع، مكان، يعني يوم صعب أكيد يعني. الصعوبات باستمرار أننا كنا بنشتغل في أماكن بالفعل فيها أفاعي وتعابين وحاجات اللي هي الصحراء. حد اتقرص يعني كواليس حاجة؟ لا ده كان في عمرو بن العاص، الأستاذ نور كان بيتعامل مع تعبان كبير جدا يلتف حوالين رقبته، كان صعب جدا لدرجة انه كان بيوترنا. التعبان ده مات، وتعبان 2 سنتي كده اهوت من الحر، كانت كنا بنشتغل في درجة حرارة 52. انا ساعتها كنت انتاج مدير، يعني كنت شريك لاحمد الجبري في انتاج المسلسل، كان عمرو بن العاص، وتعبان ب 2 سنتي قرص الاستاذ نور ساعتها. دي حادثة التعابين اللي كانت وقعد يوم في المستشفى بسببها. لكن هنا الحمد لله عناية ربنا كانت معانا كويسة، غير واحد بس كان بيلعب كنا احنا بنحتك بالخرطوش والآلي كتير، طلقات الفشنك، فولد من اللي بيشيلوا الحاجات السلاح الاتنين، هو حد يعدي من قدامي اللي اضرب فيه، ف
فقالوا له هنعدي فعد فضرب فيهم بالفعل. فاكر ما فيهاش طلقات، كان فيها بالفعل طلقات، شوه دراع الاثنين بس كانت بسيطة. دي كانت أسوأ حاجة حصلت في المسلسل. رغم ان كل سنة بنقول ان احنا لازم نخلق موسم تاني بغض النظر عن يعني الظروف اللي كانت بتمر بيها مصر، يعني الا لازم في مسلسلات تبقى في البلوتو يعني لاخر يوم. مش قادرين نعمل ده ليه؟ يعني مش هنجيب المشكلة في الظروف، احنا كل سنة عايزين نقول بلاش رمضان بسبب الضغط والزحمة، وانتوا اكتر ناس بتعبوا يعني. لان محرك هذه المهنة للأسف، وبالفعل انا بقول للأسف، لاني لن يصيبوا المهنة الا كل ضرر، هما وكلاء الاعلانات اللي لا يهموا غير انه يسجل ريكورد في الاعلان ورقم قياسي يجيب، لكن لا يهمه ان الدراما تبقى شكلها موسمي ولا شكلها بتتداول طول السنة او ده يزيد من رقيها او لا يشغل باله. اذا ارتبط بنجمة حتى لو عمل اعمال فاشلة برضه هيبقى عايز يشتري مسلسله. الحكاية عملية تجارية بحتة، ويتحكم فيها وكلاء الاعلان بصفة مباشرة يعني. السؤال التقليدي يعني، ايه الجديد اللي يشغل بال المخرج حسني صالح؟ يعني دايما كل عام مسلسل يخلص نبدأ نفكر في مسلسل تاني، وهل هتشتغل مع نفس المخرجين؟ هتكرر تجربتك مثلا مع كمال عبد الرحيم؟ يعني عبد الرحيم كمال ما فيش مخرج في مصر ما يتمناش يكرر تجربة مع عبد الرحيم كمال، لانه من اعظم المؤلفين اللي في الشرق الاوسط مش مصر بس، عبد الرحيم كمال. هو في مشروع عند الجبري، انتاج احمد الجبري، ومن المقرر ان احنا نعمله، بس الله اعلم السنه الجايه اللي بعدها، ما اعتقدش السنه دي. والله لسه حتى ما اتحطتش بذرته، ولا حتى الابطال ولا النجوم، لا خالص. اما لما بنشتغل انا وعبد الرحيم ما بيبقاش قدام عينينا الا لما نكتب، واحنا بنكتب وتيجي الفكره بيبقى سوى. كان الاستاذ نور هو الاساس في الرحايا، الرحايا كانت معموله للاستاذ نور، وتم الاتفاق لان كنا بنعمل انا والاستاذ نور حاجه تانية خالص، وانا ما كنتش مخرج، كنت منتج شكريك الجبري، وكنا بنعمل موضوع تاني خالص. والموضوع الأستاذ نور لقى تسويقه هيكون صعب في الدول العربية، لأنه كان أبو الحسن الشاذلي، وكان موضوع كنا حابينه جدا. فساعتها حصل إن اتفاق بيني وبين الأستاذ نور إننا نشوف نص تاني، وبالفعل اقترح الأستاذ نور ساعتها اتنين، محمد الحفناوي وعبد الرحيم كمال، وتمينا الاتصال بيهم، والاثنين جابوا لي ملخصات وقريتهم وقلت له الاثنين حلوين، بس تعال نشوف عبد الرحيم، ان عبد الرحيم هيبقى قنبله. فبالفعل حصل التفاعل وبدا يكتب عبد الرحيم، ففي نص العمل او في ربعه الاستاذ نور قال لي انت اللي هتخرج العمل ده، فطبعا كانت مفاجأة ليا وكانت يعني. طيب ده بالنسبة للدراما، بالنسبة للسينما في حاجة سينمائية؟ بالنسبة للسينما في حلم بالنسبة لي أنا بجهزه من سنة، أنا وشركة أجنبي إنتاج أحمد الجبري برضه، وشركة إنجليزية، وبكرة أولى جلسات هذا المشروع. ولكن هو حصلت معاينات قبل كده في شلاتين وحلايب، وهو عبارة عن فيلم صعيدي بيجمع نجوم كبار كتير ومكلف جدا، وبتمنى ان الجيش يدخل الطرف فيه، لانه هيبقى فيه معدات تقيلة يتملكها الجيش. هو تكلفته بالفعل عالية جدا، ضخم يعني. وانا بكرة عندي جلسة من الجلسات دي. احنا نفسنا في حاجة زي يعني الافلام اللي هي بتاعت زمان كده، بتاعت الحرب والحاجات دي يعني، نتمنى يعني. هو مش حرب، هو حاجة تانية، ما تجرجرنيش يعني.
هو حاجة تانية بس حلم بالنسبة لي أنا، ومش مستعجل عليه. بكرة يعني ممكن بكرة جلسة من الجلسات. أنا معايا في بول وستون، بول وستون ده مخرج عالمي يعني بيساعدني فيه في الأكشن، هو اللي بيعمل الأكشن، عمل سبايدر مان، عمل يعني بول وستون، تدخلي على بول وستون على النت هتلاقي عامل أفلام عالمية، اشتغل مع سبيلبرج، يعني حد ذو ثقل وشريك في نفس الوقت في الإنتاج. يعني ما يحتاج معدات ضخمة من الجيش، طيارات وغواصات وفرق من الجيش، يعني في حاجات، لأن بنتعامل مع مناطق وعرة وجبال في حلايب، ويعني حاجة يا رب تتم. أعتقد إن هو ده، أنا أتمنى أعمل الفيلم ده وما أعملش حاجة تانية خالص. إن شاء الله يبقى عمل مميز زي بقية الأعمال إن شاء الله. ناخد كده حاجة عن السياسة، وإحنا عارفين إن عمر الفن ما بيبقى منفصل عن السياسة، بالعكس بل هو يجسدها. يعني يعني تعليقك على استقالة نائب رئيس الجمهورية محمد البردعي؟ والله أنا أتمنى إن تكون إشاعة، خبر كده قريته في الشريط اللي بينزل تحت محطة من المحطات أو على الجريدة، يعني أنا ما حبيتش تنطبح في ذاكرتي علشان ما أصدقش، يعني إنه من الممكن يكون بيعد مع بعض دول الغرب إنه يعمل حكومة من خارج حدود مصر لمصر. فلو ده بيحصل أحب أوجه له هو واللي يساعده وأمثاله رسالة، مش مصر، العنوان غلط، تعمل في حتة تانية. زي برضو ما بقول أردوغان، يمكن ده مش ذكاؤه خانه، ده غباؤه خانه كمان، يعني ان هو يشتم الإمام الأكبر ويتلفظ عليه بألفاظ يعني ما فيش حد حتى في تركيا نفسها يقبلها، إذا كان يعي ما هو الإسلام أو يعرف المصحف حتى شكله إيه ويدعي إنه مسلم، لا يستطيع أنه يتفوه بحرف يأذي به مشاعر الإمام الأكبر. فأنا أقول له يعني مش لاقي حاجة أسبه بيها، سبا مش لاقي، لأني أعته الألفاظ سبا أعتقد أنها هتكون أرقى من أن هو تلصق فيه. يمكن قرار منع عرض المسلسلات التركية يمكن قرار ضعيف شوية يعني، أو تأخر يعني، كان برضو كان رد على تدخله في الشأن المصري. المسلسلات التركية وأنا من الأول خالص ولي رأيي فيها إنها غزو من أول ما جت للثقافة المصرية، وضياع ودفن للتراث والهوية العربية أجمع، وبيثقفونا بثقافة جديدة، فهي كانت خطر من الأساس من قبل الثورة ومن أول ما تم التخطيط لها، لأنها هي عبارة عن مخطط ممنهج مش بالصدفة. أخيرا تعليقك على قرار إخلاء سبيل الرئيس المخلوع مبارك في مؤخرا في قضية هدايا الأهرام. بس عايزين بس نبقى عندنا ثقة في القضاء المصري حتى الأيام دي، ننسى الجزء المتعلق بأيام مرسي، لازم يكون عندنا ثقة كبيرة في عدالة القضاء، ولابد أن يكون عندنا قانون، وهو تجاوز أيام الحبس الاحتياطي، وإحنا هنعمل قانون جديد يعني، ولكن ما زال بيتم محاكمته، ما خدش براءة يعني وقالوا له يلا أنت طليق. إذن أنت مع أنه لابد من احترام
لابد أن نحترم القانون، ولابد أن نحترم قرارات ونتائج القضاء المصري. واللي عمل ثورة 25 يناير عمل 30 يونيو يقدر يعمل حاجات كتير. كان عندي شك في 25 يناير لأنها كانت بذرة غير مكتملة، ولكن عندي ثقة كاملة في 30 يونيو لأن هي الثورة الحقيقية، وفي أدها 10 مرات إيمانا بكل شبر في أولاد مصر. بس كده الناس تزعل منك بتوع 25 يناير. بذرة غير مكتملة ركب موجتها الإخوان وسيطر عليها الإخوان وتنحرت القوى السياسية، وكانت خطة ممنهجة لجميع الدول العربية. اللي هيقول لي ان دي ثورة، لا، انا بقى بقول دلوقتي 25 يناير ليست بثورة. يعني الإكلاشي اللي طبع في كل دولة زي ما هو، والكل يروح يمسح الميادين ويكنس الميادين وكلنا ننظف وكلنا نقول ونروح عند ميدان التحرير والتحرير في كل بلد، دي خطة موضوعة للجميع، والغرض منها ما هو أكبر من هذه الثورات، هو المخطط الأمريكي اللي أحبطته مصر. لكن 30 يونيو هاتيلي ثورة زيها فيما يسمى بالربيع العربي من أوله لآخره، ما فيش. دي ثورة مصر بجد. شكرا.